طيب تمام، الآن بوريك بعض الصور واعطيني اعطيني تحليلك طال. مرحبا ابو فهد، مرحبا بلي جونا. هلا دقيقة، المرش هذا سامعني يا دكتور؟ واضح واضح. نعم، انا قاعد اطالع الصوره لان الصوره مش واضحه بيني وبينك، فقاعد اركز فيها، لان تعرف يعني اذا تقدر تسوي زوم اوت اشوفها من بعيد شوي لان مش واضحه، احسها ما طين. اتوقع انها بتطلع. اخواني المشرفين تطلع، نقدر نسوي لها زوم. صغروها شوي خلينا نشوف، او صغروا شاشتي. لونه بني، طبعا بني بني، في غامق وفي فاتح، ولكن هل صغروا الخير الصورة مشرفين لو سمحتوا يا شباب. اصغر كذا، صغرها، خلني ارجع يسار او يمين كذا. واضحة معاك؟ يعني اقدر اكبرك لانه وايد صغرت، الحين كبره كبروا يا شباب. سامحني سامحني لا انا وياك جدد في البرنامج كلنا، كبروا رجعوا يا شباب. انا والله انا بروحي قاعد. طبعا لونه بني اللي هو اليورين، البول والمرش او البراز. كبروا صوره يا شباب، بني باللون هذا. عندك تحليل له؟ لا والله او يا وين ابو، المشكله؟ هل هي في الامعاء، في المعده؟ انا صراحة لا صورة واضحة ومش حاب اني انفلونس، ولكن بشكل عام بشكل عام تمام. اللون البني في المرش يكون مرتبط بشغلتين، ايه ثلاث شغلات تقول. تغيير الاكل، تغيير الاكل مثلا من حمام لفري، من فري لحمام، طبيعي ان المرش يتغير. طيب معلش، يتغير ولكن بدون ضرر، صحيح؟ إيه طبيعي ان المرش يتغير، الهضم شوي يختلف، هذه الامور هذه كلها طبيعيه. طيب هل هو صحيح انه اذا مثلا انا فتره طويله انا اعلف حمام حمام حمام، اذا قررت مثلا اعلف فري اوقف يوم او اقصر عشاه يوم او ما اعطيه وبعدين بكره اعطيه، صحيح المعلومه هذه ولا كلام؟ يعني هو هذه الطريقه من الطرق اللي انا يعني ما اقدر اقول انها صح ولا غلط، لاني انا شفتها وشغاله ويا وايد طيور، بس ما لها مرجع علمي. يعني انت اذا تكلمني عن رايي اقول لك صحيح، اذا ايه تكلمني هو توقع، عن انا ابغى علم توقع ما ما ابغى مرجعيه. اي لا، انا اشوف انها صحيحه، يعني عاديه، طريقه عاديه وطريقه سليمه وما فيها مشكله. ولكن انا شفت ناس وقعدنا في مع عرب وقالوا ان هذه نوع من انواع الاجهاد، يعني انت قاعد تجهد الطير، نعم فبالتالي تغيير الاكل يعتبر اجهاد، وفي نفس الوقت كثر عليه اجهاد بانك تفرطه يوم، فبالتالي نوعين الاجهاد هذه لو اجتمعوا على طير يمرضونه، فكلامهم ايضا منطقي. ولكن بالتجربه لا والله شفنا نتائج جيده، بس ما تقدر تعمم. يعني عادي مثلا فلان وعلان يجرب، هذا تضبط وياه، هذا طيوره تمره. نعم طيب عطني رايك في هذا. هذا واضح ان مشكله في الكلى، في الكبد عفوا. هو ذكرتني في الكلى عشان ما نتعداها. هل كيف ادري ان الطير هذا فيه مشاكل في كليته؟